تيجي ناخد رأي الدين الأول؟ تعالي نسمع؟ نسمع. يلا بينا. معانا الشيخ ياسر عبد المنعم، كبير أئمة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك إيه يا شيخنا؟ عامل إيه؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. تسلم وتعيش وعلى راسي. إيه رأيك بقى في قصتنا النهاردة يا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، فإن كان فيه ما نقول، يعني الكلام بتاعنا صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج في ليلة الإسراء والمعراج رأى قوما لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. انت متخيل الموقف حضرتك؟ دول النمامين صح يا شيخنا؟ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي سيدي جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفه منتنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما هذا او ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. لا إله إلا الله، والعياذ بالله. يعني ده اللي هيحصل مع خالة عماد اللي هي اتكلمت على أختها دي تعتبر من دول يا مولانا. الخالة نفسها اللي اتكلمت على أختها، اللي نعتتها أو مش نعتتها، هي اتهمتها في شرفها وعرضها واتكلمت عليها وسوقت سمعتها. مع مين؟ مع أخت من أحقر الناس ومن أرذل الناس. لا إله إلا الله. ومن أفسد الناس ومن أقبح الناس ومن ألأم الناس. شفت يا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. طبعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية أخرى: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة نسمعها نتكلم عنها. الستر، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا من رضا الله. يعني يتكلم كلمة كده مش جاي على خطره، بس يتكلمها بس الكلمة دي فيها رضا الله يرفع الله بها الدرجات. لا ده احنا كنا لسه بنتكلم بقى مولانا مع دكتور غادة حشمت بقى، نقول لها انه فعلا صلة الرحم دي جهاد. ده حقيقة؟ ما صلة الرحم يجوز قطعها في بعض الاشياء، في بعض ايه الأبطال. بقى شفت يا غادة وشفت يا دكتور، يعني ممكن ان انا اقطع صلة الرحم لما يوصل لايه؟ لما عشان يوصل لك اوعي تقطعي صلة الرحم، هيضرني نفسيا او عقليا او سمعتي. او افرض مثلا اخويا او اختي اعزكم الله فاتح مثلا شقه والعياذ بالله للبغي والفساد، لا اروح ازوره عندها ازوره او يا مولانا لو بيتكلم على عيالي كلام مش صح وبيقول على عيالي حاجات مش حلوه، بيتكلم على امي. احنا اتعلمنا من العلماء صح ان القريب اللي بيضر ما اقطعوش. ليه ما اقطعوش؟ بس بايه؟ ان انا بمكالمه تليفون. لا يا مولانا، ما بكلمه في التليفون يقعد يدينا كلمتين وانتوا عشان معاكوا وانتوا عشان مش عارف ايه، يبعت رساله في العيدين هيروح ردد عليك يا مولانا وافتح بقى الطريق تاني. لا ما تفتحيش حضرتك. بص، اتعلمنا من العلماء الاكابر ان القريب الضار ليه ان انا ما اقطعوش، لان قطع صله الرحم هي القطع الصله بينك وبين الله. طب اعمل ايه يا مولانا؟ اعمل ايه؟ ده بيضرني يا مولانا. اعمل ايه؟ اتصل بالتليفون او ما اتصلش، او ابعت له رساله في العيدين. عندنا عيد الاضحى وعندنا عيد. طب لو انا مش عايز يا مولانا؟ ابعت له رساله كل سنه وانت طيب. لو انا مش عايز طب اقفل السكه في وشه. لو عينيه وحشه ومش هلحق اقفل السكه في وشه. كن حرصا من احلاس بيتك. انا اخاف على نفسي، يعني ايه حرصا من احلاس بيتي؟ ان يكون زي بص زي اي قطعه اساس في بيتي. ابعد بعيد عن الناس اللي بتضرني، ابعد بعيد عن الناس اللي بتحقد عليا، اعتزل ما يؤذيك. ابعد بعيد عن المعامله معاهم على القد يا دكتوره. ولا حتى يا مولانا ابعت له في العيد لو هو بيبص لي في حاجتي او بيبص لي في رزقي او بيبص لي في عيالي،
او بيبص لي في شغلي. احسن صله الارحام ديت الله عز وجل امرنا ان احنا ما نقطعهاش. واحنا الحمد لله ربنا وفر لنا في العصر الحديث كل الوسائل اللي احنا ما نقطعهاش. يعني الدكتور بتقول لي نبعت رساله وخلاص اللي هو رسالة اصل رسالة، بس لو وصلت لمساله زي عماد كده انه بيتكلموا في شرف او في عرض نساء. لا 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 لا، بص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عشان تعرف بس، قال يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. ايه يا رسول الله؟ قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. لا اله الا الله، اللهم استر. سيدنا قتاده قال عذاب القبر ثلثه من الغيبه وثلثه من النميمه. يعني تلت وتلت، هيبقى ناقص تلت واحد بس، يعني تلتين، تلت من الغيبه وتلت من النبيبه. هو يا مولانا انا عايز اسالك على حاجه كمان. فقد تخلصت من ثلثان عذاب القبر. طب انا عايز اسالك على حاجه كمان يا مولانا، العوائل او العائلات يعني اللي بتعمل في بعض محاضر، هي دي ليها حكم في الدين ولا ده ملهاش حكم في الدين؟ ما بيعمل في نفسها محاضر، دي اكيد لكل فعل رد فعل. لو تبلي، انا قصدي لو حد بيدور على حقه على عيننا وعلى راسنا، لو تبلي ان هو يتقال ان هو ضرب مرات خاله، ان هو مش عارف ايه، ده ظلم يا فندم، هذا ظلم، وهذا يعني هذا ظلم لا يرضاه الله عز وجل. ودي يعتبر كمان هنخشها ندخلها كمان تحت شهاده الزور، ونيجي نتكلم بقى عن شهاده الزور، ونيجي نتكلم عن الظلم، ونيجي عن الحلقه مش هتاخد، انت عاوزه حلقات طبعا. نتكلم في موضوع تنورني وتشرفني وربنا يسعدك وعلى راسي، وتسلم لي يا شيخنا. كل سنه وحضرتك شكرا. وحضرتك طيب، على راسي يا شيخنا.